الأشعة التداخلية قدرت تخلق بعد مهم جدا في العلاج، العلاج النافذ، العلاج الناجز السريع اللي بدون مضاعفات الدقيق. فرع الأشعة التداخلية ده فرع من الأشعة، احنا بنستخدم كل وسائل الأشعة وكل ما وصلنا إليه بنستخدمها كأداة عشان نعالج أمراض بعضها كان خطير جدا. الورم الليفي في حد ذاته ده ورم حميد. الأشعة التداخلية عملت تغيير نوعي في تاريخ علاج أمراض وتضخمات الغدة الدرقية، حلت محل الجراحة في جزء كبير جدا جدا من هؤلاء. ده اللي عملته الأشعة التداخلية، واللي هي تعتبر طفرة حقيقة بكل المقاييس في علاج دوالي الخصية. أوردة الجسم كلها زي شبكة الطرق كده موصلة ببعضها، يعني انت حاجة ممكن تدخل من أي حتة على أي حتة. جمال الأشعة التداخلية إن مفيش حاجة بلايند، لكن يبقى الأورام جزء خطير جدا. الأشعة التداخلية بتلعب دور كبير جدا في التعامل معها. إحنا عندنا الحقيقة عدة وسائل لعلاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية علم كبير جدا ومهم جدا، والأشعة التداخلية في مصر هي رائدة المنطقة العربية. الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. اليوم يوم مهم جدا مع رائد قدير لعلم كبير ونوعية مهمة جدا من أنواع التداخلات، وهي الأشعة التداخلية بتحل مشاكل كبيرة جدا على المستوى الجراحي. والنهاردة احنا بصدد واحدة من المشكلات، الأورام الليفية. الأورام الليفية الحقيقة دور الأشعة التداخلية فيها دور هام جدا، وفي أسئلة كثيرة ستدور في حلقتنا اليوم. لكن لا يخفى عليكم، البنت اللي عندها ورم ليفي ومترددة تردد جبار إنها تقدم على أي تعامل مع هذا الورم الليفي من ناحية الجراحية، لأنها خايفة، لأنه بالتأكيد ورم ليفي جراحة في من ضمن أي كتاب، أي indications، أي دخول على أي موقع هيقول لك لما تيجي تعمل جراحة متعلقة بالورم الليفي وارد جدا يحصل نزيف، وارد جدا يحصل إزالة للرحم، وارد. صحيح إن هذا في نسب مختلفة حسب الحالة، لكن هذا موجود في الكتب. وهنا جاء دور الأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية حلت جزء كبير من هذه المعضلة. ده جزء من حوارنا النهاردة، لكن في أسئلة كثيرة ستطرح نفسها بقوة، من ضمنها مخالطات أو مغالطات ممكن تكون موجودة، صواب أو خطأ يتعلق بالأشعة التداخلية والأورام الليفية. كل شيء النهاردة هينكشف ويبان، هنكشف كل ما يتعلق بعلاقة الأشعة التداخلية كحل مهم جدا للأورام الليفية. زي ما قلت لكم، الحوار مع الرائد القدير والاسم الكبير في عالم الأشعة التداخلية طبعا بيشرفنا جدا ويسعدنا وجود الاسم الكبير على المستوى المصري والإقليمي والعالمي، طبعا ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس، والسكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية والجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. الاسم القدير الكبير شرف كبير. أهلا دكتور أيمن، دائما بشياكتك. أهلا، ربنا يخليك، ربنا يخليك، دائما بتبهرني باختياراتك للألوان. ذوقك يا باشا، ربنا يخليك. خلينا نبدأ بمعتقدات خاطئة. أول هذه المعتقد معتقد عام، وهو أنه نسبة نجاح الأشعة التداخلية في علاج الأورام الليفية ليست هي النسبة الكبيرة. يعني ده تعبير مقارنة بالأساليب الأخرى. الأول أنا عايز اللي بيتابعنا، إحنا خدنا سلسلة كبيرة
من دور الأشعة التداخلية في علاج مختلف الأمراض في الفترة اللي فاتت. هننتقل الفترة يمكن في سلسلة من التصليح وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن علاج الأمراض المختلفة بالأشعة التداخلية. الحقيقة يعني لو احنا بنتكلم عن أورام الرحم الليفية، أورام الرحم الليفية كان علاجها التقليدي والكلاسيكي جراحة كبيرة لاستئصال الأورام الليفية اللي في بعض الأحيان وأحيان كتيرة تنتهي بفقد الرحم. جت الأشعة التداخلية عملت حل بديل سحري وسلمي وآمن من العملية الكبيرة جدا جدا دي لإجراء بسيط اللي هو القسطرة الشريانية زي ما قلنا قبل كده، واستفدنا نخش من الفخذ في خلال نص ساعة ببنج موضعي، نقفل التغذية الدموية عن الأورام فتضمر الأورام، فالسيدة اللي كانت بتعاني من الأورام اللي فيها بكل أعراضها تشفى في إجراء بسيط. الحقيقة يعني أنا لو هنأصل الأمور، المفاهيم الخاطئة دي أنا في اعتقادي إن دي نتيجة الطفرة اللي حصلت في الأشعة التداخلية أو اللي حصلت في الطب عموما. يعني أنا هقول لحضرتك، لو حضرتك من 50 سنة كنت قلت لحضرتك إن ده وأنت ماشي في الشارع أو على البحر ممكن تتكلم في التليفون، لا مش بس تتكلم في التليفون، ده أنت ممكن تصور صورة وتبعتها لحد، طبعا كنت هتقول لي معقولة ده، يعني ده خيال علمي وده كلام ما هوش يعني مش منطقي. نفس السيناريو ونفس اللي حصل في الأشعة التداخلية. العقل الأشعة التداخلية بتمثل هي الصورة المضيئة للطفرة العلمية الرهيبة اللي حصلت في الطب في 50 سنة الأخيرة، واللي خلت الإجراء العملية الكبيرة جدا جدا بقت إجراء بسيط جدا. ودي اللي مش مقدرش يستوعب بيقول لك معقولة هل لا هو ده اللي حصل، هي نفس فكرة الموبايل انت بتتكلم في التليفون، هو ده الاتجاه في الطب دلوقتي للتدخلات المحدودة، والأشعة التداخلية خير ممثل لهذه الطفرة. السؤال حضرتك معلش احنا استرسلنا، لو نقول نجاح الأشعة التداخلية في علاج أورام الرحم اللي فيه، احنا مش هنقول كلام مرسل، يمكن هنا على الشاشة قدامنا دي دراسة معمولة على أكثر من 8150 عيان تابعوهم ودرسوا، دول عملوا حقن أورام الرحم اللي فيه بالأشعة التداخلية وبالأسطر. لما تابعوا 8150 عيان دول لقوا إن هم نفس النتائج، والعينين شوفوا بمضاعفات وبنسبة ما بعد العملية الريكفري أو والنقاهة بسيطة جدا جدا 8150 عيان. فإذا طبعا ده مش كلام مرسل، ده كلام علمي، إن نتائج الأسطرة أو الأشعة التداخلية في علاج أورام الرحم اللي فيها نتائج مستقرة وثابتة وبتؤدي إلى نفس النتائج اللي السيطرة على الأعراض زي الجراحة بالضبط دون فقد الرحم ودون عمليات جراحية. ودي يمكن اللي بتخلي الناس معقولة العملية الكبيرة جدا تستبدل بهذا الإجراء البسيط، معقولة ده كلام علمي وثابت. هو ده البرنسبل بتاع الأشعة التداخلية عموما في كل بالزبط. في كل الأمراض يعني احنا عشان كده دكتور أيمن بنقول الأشعة التداخلية دي عملية أو جراحات القرن 21، تحولت العمليات الجراحية الكبيرة جدا جدا اللي فيها فقد الرحم إلى جراحة من غير جراحة، أو زي ما بنقول عملية من غير عملية اللي هي الأشعة التداخلية أو الأسطرة البسيطة دي. طب وقبل ما نسترسل في المخالف يعني في المعتقدات، عايزين نفهم البرنسبل أساس العملية إيه؟ ببساطة الأورام الرحم اللي فيها دي أورام لما بتطلع في جدار الرحم وبتكبر بتعمل أعراض عند السيدات. هي طبعا أورام حميدة بدرجة يعني يمكن 99.9% نسبة ضئيلة جدا 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 لا تذكر اللي بتتحول لأورام خبيثة. الأورام دي لما بتنمو بتعمل أعراض، من أهم الأعراض على الإطلاق الأنيميا أو النزيف المستمر، السيدة عدد أيام الدورة يبقى كتير أو كمية
الدورة تبقى كتيرة فتفقد دم على مدار فترة طويلة، تلاقي الست جالها ما يسمى بالأنيميا المزمنة، مجهودها قليل جدا، مفيش تركيز، مش قادرة تشتغل. ده من نتيجة ان بيحصل فقد الدم وينزل الهيموجلوبين وتحصل أنيميا المزمنة. او الأورام دي تطلع من الرحم، قدام الرحم فيه المثانة، لما تنمو الأورام دي تضغط على المثانة فالست تشتكي من مشاكل عند التبول، او لو رجع الورم على ورا ضغط على المستقيم تشتكي من مشاكل عند التبرز، يعني الأورام دي تضغط على المنطقة المحيطة. كان الحل ان هما بيشيلوا الأورام، او في بعض الأحيان او معظم الأحيان بيشيلوا الرحم خاصة في السن المتقدم عند السيدات، علشان نتخلص من الأورام دي اللي هي حميدة بس عاملة أعراض. يعني احنا كنا دايما قلنا في حلقات سابقة هي حميدة لكن تصرفاتها وأعراضها غير حميدة. جات الأشعة التداخلية بقسطرة صغيرة، منخش من الفخذ نوصل للشريان اللي بيغذي الرحم، ومنه للشريان اللي بيغذي الأورام، نحقن حبيبات في الشرايين اللي بتغذي الأورام فنقفل التغذية الدموية، تدي الورم يضمر وينكمش، ولما ينكمش كل الأعراض اللي هو بيسببها تختفي، وعلى رأسها النزيف، الضغط على الأعضاء المجاورة من المثانة والمستقيم وما إلى ذلك. الإجراء ده بيتم في خلال نص ساعة ببنج موضعي من غير عمليات، من غير فتح بطن. هو ده يمكن اللي بيخلي الناس مستغربة، معقولة العملية؟ معقولة، هي ده بديل للعملية الجراحية. المعتقد الثاني هو معتقد برضو يشبه الكلام في الأول، اللي هو إيه؟ إنه الأشعة التداخلية لو عالجت الأورام اللي فيها الأعراض مش هتختفي قوي. ده طبعا لا، احنا بنتكلم لما اللي بيسبب الاعراض دي اللي احنا قلناها، سواء النزيف ده بيجي لان الورم بيطلع من جدار الرحم يتجه ناحيه تجويف الرحم لبطانه الرحم اللي هي كل شهر بتعمل الدوره الشهريه فبيعمل النزيف. لما انا بحقن الورم وبقفل التغذيه الدمويه ابتدي ينكمش الورم اللي هو عامل نزيف، ف أول ما ينكمش اتجاهه لبطانة الرحم يقل وتأثيره على النزيف بيقل فبيختفي. وبرضه بنفس الكلام الأعراض اللي بتنتج عن الضغط على الأعضاء المجاورة زي المثانة أو زي المستقيم، بعد ما الورم بينكمش ويقل تبتدي الضغط على الأعضاء المجاورة دي بيقل. فطبعا قولا واحدا، إذا كان اللي بيسبب هذه الأعراض هذا الورم وان هو بيشغل هذا الحيز، لما ينكمش ويضمر هيبتدي الاعراض اللي هو بيسببها سواء ضغط على الاعضاء المجاوره او نزيف لازم هيختفي. طبعا السؤال اللي بيطرح نفسه برضو معتقد ثالث، بيقولوا انه لا، ده انت لما هتعمل اشعه تداخليه عشان تزيل الورم اللي فيه ممكن تاثر او تصيب او تعور جدران الرحم. لا، دي غلط خالص يا دكتور أيمن. ليه؟ لان انا الحقيقه ما باجيش ناحيه جدار الرحم ولا الكلام ده في العمليه، احنا بنفتح بيفتح جدار الرحم وبيشيل لا ما بنقدرش، احنا بنخش للرحم عن طريق تغذيته الدمويه، ويمكن الفيديو اللي معانا ده باين احنا بنخش بالقسطره اللي هي الانبوبه البلاستيكيه الصغيره من الفخذ اليمين، من شريان الفخذ اليمين بندخل للرحم لشرايين اللي بتغذي الرحم، احنا ما بنجيش ناحيه لا جدار الرحم ولا بنفتح جدار الرحم خالص. اهو الحاجه الزرقاء دي القسطره بنوجهها عشان تدخل لشرايين الحوض على جهاز القسطره اللي هو جهاز الاشعه المتقدم جدا اللي بيشوف ادق التفاصيل. الحاجه المدوره ده الورم الليفي، بنخش للشريان اللي بيغذيه ونسيب باقي شرايين الرحم لان احنا شايفين قدامنا، ونحقن الكرات والحبيبات الصغيره دي قدام عينينا داخله جوه الورم، يبتدي نقفل الدورة الدموية، ملايين الحبيبات تقفل الشرايين الدقيقة اللي بتغذي الورم فينكمش. وبالتالي احنا ما بندخل احنا بندخلش من الباب، بندخل من البلكونة زي ما بيقولوا، يعني لا بنفتح جدار الرحم، وبالتالي مفيش اي تأثير على جدار الرحم خالص. يعني تأثيرنا على الدم اللي رايح للورم الليفي، لأن برضو في حاجة تانية ملف كده صغير يقول لك أنا ممكن أقفل الدم، طب ما هو يبقى الدم اللي واصل لجدار اللحم نفسه هيقل. لا
احنا عشان كده انا بقول لحضرتك احنا بنخش للشرايين اللي بتغذي الورم اللي فيه. بس احنا بنعمل اول ما بنخش بالقسطره ونوصل لشرايين الرحم بنعمل بناخد زي خريطه شريانيه، ناخد تصوير تشخيصي، بنحقن صبغه ونشوف قدام عينينا شرايين الرحم اهي، الشرايين اللي رايحه للورم اللي فيه قدام عينينا، وبنوجه القسطره بنعدي الشرايين اللي بتغذي الرحم وبطانه الرحم ونخش على الشرايين اللي بتغذي الاورام اللي فيها دون سواها. بيساعدنا طبعا على كده التقدم الرهيب اللي حصل في اجهزه القسطره اللي بتخلينا نشوف الشرايين بدقه متناهيه، شرايين صغيره الى درجه المليمترات نقدر نشوفها بسهوله بجهاز القسطره المتطور، ونقفل شرايين اللي بتغذي الاورام اللي فيها دون سواها، دون المساس بالشرايين اللي بتغذي الرحم، الجدار وبطانه الرحم وما الى ذلك. السؤال الجاي ده برضو معتقد بس ده بحس ان هو مش مبني على حاجه علميه، انه مع الاشعه التداخليه والاورام اللي فيها ممكن الدوره الشهريه تتاثر ثم يحدث انقطاع في الدوره الشهريه بعد كده. ده سؤال دارج طبعا يا دكتور ايمن، وده ليه اساس الحقيقه. المسؤول عن الدوره الشهريه وعن التبويض ليس الرحم، اللي مسؤول عن الدوره الشهريه هو التبويض من المبيض. في بعض بعض الناس يعني مش المرضى بقى، زي اتصال او شرايين بتصل ما بين الرحم وما بين المبيض، دقيقه جدا، شرايين دقيقه جدا جدا جدا، وبالتالي لو انا حقنت حبيبات حجمها صغير ممكن تاثر على الدوره الدمويه بتاع المبيض، لكن الحقيقه احنا بنعملش كده، احنا بنحقن حبيبات، والحبيبات الحقيقه فيها بيقال عليها كاليبريتد، الحبيبات دي حجمها بالمايكرونز، يعني هنقول مثلا متعايره صح بالظبط 500 مايكرون ل 700 مايكرون بهي كده بالظبط. الوصلات دي ليها احجام صغيره، احنا بنحقن حبيبات حجمها اكبر من هذه الوصلات، وبالتالي الحقن بيحافظ على الشرايين اللي بتغذي المبيضين، وبالتالي مفيش تأثير على الدورة الشهرية لو اتعملت مظبوط وحافظنا على الشرايين اللي بتغذي المبيض بكل التحفظات اللي انا بقول لحضرتك عليها. احنا بيبقى قدامنا شايفين والشريان اللي بيغذي المبيض ساعات بيبان قدامنا وبيبقى واضح، ودي يمكن حالة حقيقية يعني بعيد. ده داخل غرفة العملية، ده داخل غرفة القسطرة اللي هي العمليات من غير عمليات، العمليات اللي دون فتحة، ده احنا جوه اهو قدامنا، ده الشاشة اللي قدامنا جهاز القسطرة، والشاشة قدامنا بنبقى شايفين بدقة احنا رايحين فين، وهي كل اجراءات الأشعة التداخلية كده الحقيقة. بس لازم يكون في تعقيم كامل، ده أكيد. ده أكيد. ده لازم، ما احنا عشان كده أنا بقول عملية من غير عملية. يعني عملية كل إجراءات التعقيم والتعقيم الكامل بتبقى متاخدة، وفي نفس الوقت احنا بنفتحش أي جروح، وما عندناش أي جروح غير فتح يعني نقط صغيرة أو إبرة أو ما إلى ذلك، بس مع ذلك كل إجراءات التعقيم لازم تبقى موجودة. المعتقد الأشهر دايما بيتعلق بالألم، هناك ألم بعد العملية، ده معتقد. الحقيقة بيبقى فيه ألم، بس بيحصل ساعات مبالغات لكميه هذا الالم، ويمكن انا رصد الموضوع ده برضو، يمكن الناس لما بتحكي لبعضيها ساعات بتزود يعني بتتوصى شويه. يعني هو الفكره ايه؟ لا هي بتبقى القصه ان انا عايز ايه، الستات بيحبوا يقول لك عشان ما تحسدنيش فاقول لها ان انا اتقلم. اكيد معظمهم يعني هي ممكن ما يعني تبخر وما تبالغش، يعني ده حل تاني ممكن. فهو الحقيقه احنا بعد الحقن الشرياني او بعد القسطره الورم، احنا بنقلل التغذيه الدمويه، ابتدي الورم يعاني فبيحصل تقلص، ما هي دي الفكره، تقلص وانكماش في الورم، فتبتدي المريضه تعاني نتيجه هذا التقلص، وده حاجه بتبقى كويسه لان خلاص الورم بيموت. يعني آلام زي آلام الدورة الشهرية، زي دورة جامدة شوية، بيستمر عدة أيام، وطبعا احنا بنبقى مدين علاج بالكامل معاه لأن احنا عارفين ايه اللي بيحصل.
فهي طب كميه الالم او انا اقول ايه بقى درجه الالم بتختلف من شخص الى اخر او من سيده الى اخرى، لان كل البني ادمين الثريشولد او مقياس نسبه تحمل الالم تبقى مختلفه، بس هي بتبقى عده ايام الى اسبوع وبدرجات يعني متفاوته وبتقل مع الوقت وبنديها علاج، لكن مش شهور ومش الكلام ده خالص يعني. المعتقد الجادب عند الناس اللي عندها تخوف من العدوى يقول لك قسطره هتدخلها. طب ما لا، ما زي ما قلت لحضرتك يا دكتور ايمن، احنا اوضه القسطره بتبقى فيها تعقيم اكتر من اوضه العمليات، طبعا ده في الاماكن اللي هي المحترمه واللي مفروض كل الاشعه التداخليه، يمكن احنا شايفين المنظر وده من داخل غرفه القسطره. بص حضرتك مفيش اي حاجه بتبقى مكشوفه غير الجزء اللي احنا داخلين منه بشكه الابره، لازم يبقى بص حضرتك اهو كل المريض بتبقى كل اجراءات التعقيم زي بالرغم ان احنا بنفتحش اي حاجه، بس التعقيم لازم يبقى على اعلى درجه، فدي طبعا ما بتحصلش خالص، فيش اي عدوى خالص، كل الاساطر بتبقى اساطر جديده طالعه وكل اجراءات التعقيم بتبقى متاخده بالكامل. السؤال اللي جاي ده برضه ابو العربيه فاتي قوي، يعني التقنيه دي هتخلص من ورم لكن مش من كل الاورام، لو في عدد من الاورام في تعدد يعني. ده شغل ابو عريف ده، ما احنا نخلص. هو الفكره ايه يا دكتور ايمن، ان احنا زي ما قلت لحضرتك اول ما بندخل بالقسطره داخل شريان الرحم بنعمل زي ما بنقول ايه حقنه تشخيصيه، ناخد صوره تشخيصيه، يعني بنحقن صبغه في شريان الرحم بناخد صوره بنشوف شريان الرحم اهو، لا الأورام اهي، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة، فاحنا بنشوفهم بدقة، وبالتالي طالما شفناهم يبقى هنخش لهم بدقة برضو، فاحنا مهما كان العدد ومهما كان حجم الورم صغير لا احنا بنشوفه وبنعالج كل هذه الأورام، لا مفيش مشكلة احنا بنشوفهم بالكامل ونقدر نتوجه ليهم. واللي ساعدنا طبعا زي ما قلت أجهزة القسطرة بقت متطورة جدا وحديثة وبتشوف أورام مليمترات، فلا ما فيش مشكلة من الناحية. السؤال الجاي ده سؤال برضو يعني مصري أصيل، يعني سؤال في دماغ الناس، الأورام اللي فيها الكبيرة الحجم ما فيش حظ الأشعة التداخلية معها، ده معتقد؟ لا، ده الأورام الكبيرة ليها شرايين كبيرة وبالتالي الدخول إليها والوصول ليها والحقن بيبقى يعني ممكن وتقنيا بسهولة. الفكرة إيه يا دكتور أيمن، مش 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 تقنية الحقن أو الحقن، لا الحقن بيتعمل وبنخش لو في شريان أو اتنين. أنا الست أو المريضة اللي عندها ده يمكن دي قدامنا هي، شوف حضرتك ورم كبير حجمه قد إيه اللي مالي الشاشة ده، حاجات الملونه دي الشرايين احنا بنقفلها. السيده اللي عندها ورم ليفي كبير لازم نتكلم معاها كويس قوي، لان زي ما قلت لحضرتك هو الورم الليفي هو ورم حميد وموجود، لكن شكوى المريضه دي ايه؟ الاعراض. اعراض ايه؟ هل هي عندها ورم ليفي؟ الورم الليفي ممكن يكبر زي حمل مكتمل ياخد كل البطن في بعض الاحيان. هي الست بتشتكي من ايه؟ هل الورم الليفي ده كبير ومش عامل اعراض؟ يبقى دي ما تعالجش خالص، هي ما تشتكيش. طيب الورم الليفي ده كبير وعامل نزيف وشكوتها بس النزيف ومش وعندها مشكله، هي رافضه العمليه او مش عايزه تعمل عمليه او بتاخد ادويه سيوله او عندها حاجه في القلب او 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 وعايشه بالانيميا المزمنه، طب ما هو ده ورم كبير، لكن دي ملهاش حل غير أشعة تداخلية، نحقن وبنسيطر على. هل هي الورم ده ضاغط على المثانة وضاغط على المستقيم وهي مش قادرة تعمل عملية برضو وورم كبير، ملهاش حل غير الأشعة التداخلية. والغريب إن المرضى دول بعد الحقن على طول، الورم طبعا بينكمش على فترات، بياخد فترة على ما ينكمش، لكن أول ما بنحقن الورم ده بيبقى أطرى بيبقى سوفتر، فتلاقي ان ضغطه على زي ما حضرتك ضغط بحاجه ناشفه او ضغط بحاجه طريه، احساس المريضه بعد الحقن بالضغط ده بيبقى اقل، فالورم الليفي الكبير ده لازم
نعرف شكوى المريضة إيه ونتعامل معها، لكن تقنيا لا، بنحقنه كله. عندنا شوية تحفظات بس عشان كمية الحقنة ما تبقاش كبيرة، وفي نفس الوقت الأعراض بعد الحقنة تبقى معقولة، فهي ليها تحفظات، لكن لا ممكن نعالجها تقنيا بسهولة. المعتقد الأخير ده معتقد برضو يعني في يعني طبع المصري شوية، إنه هتشيلها هتشيل الأورام اللي فيها الأشعة التداخلية هترجع بسرعة. لا، ما هو مش منطقي الكلام. لا ما ترجعش. ده زي ما قلت لحضرتك، هو يمكن في الجراحة ممكن تظهر في حتة تانية، بيظهر يمكن في الجراحة. يعني اللي بيحصل ايه، ان حياتك هو في الجراحة كان بتشال الأورام المرئية رؤية العين أو الشايفة، ساعات الحاجات الصغيرة ما بتتشافش، فبعد شوية الصغيرة دي بتبقى كبيرة وترجع. لكن احنا عندنا احنا بنحقن في الشرايين، فبنشوف الحاجات الصغيرة جدا جدا جدا، وبنقفل الشرايين بتاعتها، فلا ما بيحصلش كلام. هي الأورام اللي فيها بتعتمد أساسا في نموها على هرمون، طالما في هرمون امبالانس معين في الجسم وهرمون الاستروجين عالي عند الست فخلاص. طبعا. الدراسة دي ايه؟ دي تبعه على مدار 10 سنين مرضى عملوا حقن شرياني لأورام الرحم اللي فيها، ومرضى عملوا جراحات، لقوا ان هي النتائج متقاربة في السيطرة على الأعراض، واستخلصوا انه كان ممكن تلتين المرضى اللي عملوا استئصال رحم ان هما ما يعملوش. دي دراسة علمية في دورية كبيرة مشهورة. فإذا الأورام اللي فيها، حقن الأورام اللي فيها بالأشعة التداخلية بيسيطر على الأعراض وبيحل مشكلة السيدات دول بصورة لا تقل كفاءة عن الجراحات. عندي 3 محطات، حضرتك هتختار في كل محطة اختيار وتعلل هذا الاختيار. المحطة الأولى أبيض أسود أم رمادي؟ لما يكون الأورام اللي فيها متعددة الأفضل بقى أن أنا أشيل الرحم كله، أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ لا أسود. أسود يعني خالص يعني غاب. لا ما نشيلش. الأشعة التداخلية جت علشان المرضى دول اللي هم عندهم أورام متعددة وعايزين نحتفظ بالرحم، عايزين نتفادى العملية الجراحية الكبيرة، مش عايزين نفتح البطن، مش عايزين ألام. طبعا قولا واحدا أسود جدا جدا. المحطة الثانية جاني متهم أم بريء؟ من يمتلك المعلومة أن الأورام اللي فيها يمكن علاجها بالأشعة التداخلية وينكرها أمام مريضه؟ تخصص آخر طبعا. متهم ولا جاني ولا بريء؟ هذا قاسم قلبه متهم. متهم جدا طبعا، لأن ده العلاج بالأشعة التداخلية أورام الرحم اللي فيها ده تقنية مستقرة وثابتة ومعلومة. وحضرتك دلوقتي دكتور أيمن ما يقدرش نغلط، لأن النت بقى مسهل كل حاجة، يعني ببساطة في كذا ولا موجود. المحطة وشك أم يقين؟ ماشي، الأشعة التداخلية بتعالج الأورام اللي فيها أوكي في السن الوسط، لكن في السن الصغير قوي او الكبير قوي لا، نعمل عمليات احسن. وهم ولا شك ولا اخير؟ لا سن الكبير قوي بالعكس ده اللي ما يعملش، لان احنا عندنا اجراء بدل العمليه، والسن الكبير ممكن يبقى فيه مشاكل. هي اورام اللي فيها بتقل في السن الكبير، لكن في بعض الاحيان في الاكستريم يعني قبل ما تضرب نلاقي فيه نزيف ومش عايز تعمل عمليه، لا دي تعمل. السيده الصغيره لا، لا بتتعمل، بس بتعمل بتحفظات تقنيه، بنراعي حجم الحبيبات تبقى اكبر شويه، في شويه تحفظات، لكن ستيل بتتعمل علشان دي بالعكس دول شريحه موجوده كتيره عايزه تحافظ على الرحم وعلى الانجاب. طبعا طبعا، وبيبقوا لسه ساعات منهم ما اتجوزوش يعني بالزبط. انت كالعاده بتنورنا، ربنا يخليك. ربنا يخليك، وجودك معنا شرف كبير لينا. ربنا يخليك. الرائد القدير والاسم الكبير في عالم الاشعه التداخليه، يعني من الاسماء اللي بنفتخر بوجودها في الناس الحلوه، استاذنا الاستاذ دكتور اسامه حتى، استاذ الاشعه التداخليه، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، وسكرتير عام الجمعيه المصريه الاشعه التداخليه، عضو جمعيات الاوروبيه والامريكيه واللجنه العلميه للجمعيه العربيه للاشعه التداخليه، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق. يبقى عالم الاشعه التداخليه عالم مثير اثير،
قادم بقوة أو موجود وقادم بقوة شديدة جدا جدا لكي يجعل بعض الجراحات ربما تاريخية نسبيا إلى حد إذا جاز التعبير. الموضوع علميا شرح ولكن يبقى فيه صفحات كثيرة محتاجة إلى الكثير من التوضيح حتى تتضح الصورة، والقادم بالتأكيد سيكون أروع. خليكم على سحر. دايما أشبه الحال المجاري ده بأنه سيارة المطافي اللي جاية في وسط حريقة كبيرة. صحيح. حريقة كانت في البيت كله. صحيح. تأخر الإنجاب ده يعني حاجة مزعجة جدا. صحيح. الزوج لو عنده ضعف في العدد، ضعف في الحركة، عنده تشوهات، الحل بتاعه طبعا بعد ما ياخد بعض الفيتامينات وبعض الأدوية العلاجية لو ما نجحش في ان هو يحصل بيها انجاب، بنبتدي نلجأ لحقن مجهري والنسب بتاعته بتبقى كويسه قوي.